ما بين البطل اللبناني مايكل عون مع البطل العراقي محمد طالباني. مايكل سبق ومثل لبنان بعدة محافل وطنية وخارجية. اليوم رح نشوف هذه المواجهة رح تكون بين بطل لبناني وبطل عراقي. بعتقد رح نشوف الله راد نحن وياكم مستوى عالي جدا. هذا هو البرو فايت اللي هو يعد هلا صرنا بالمين ايفنت. إذن مواجهة جيدة جدا. بين محمد طالباني من العراق من منتخب العراق برو فايت بيلت أمام مايكل عون بروبلم تيم من لبنان وزنهم 77 كيلوغرام. هن لاعبين محترفين تقريبا نفس العمر 33 سنة و 32 سنة. لألك مجددا رولا هن عم يدخلون نتعرف عليهم. طبعا شكرا كثير خالد. فعلا هي مواجهة دولية بين اللاعبين. محمد طالباني بنرحب فيه من العراق. اهلا وسهلا فيك محمد طالباني وبدخول مميز لمحمد فئة البروفايت بالعلم العراقي. بيدخل محمد طالباني عمر 32 3 راوند و 5 مينتس. وطبعا لما يدخل محمد طالباني على البرو فايت اكيد مايكل بيكون عم يستعد لهيدي المواجهه. مواجهه صعبه فعليا، مواجهه دوليه وعربيه بين لاعبين متميزين بالقتال. فعلا حتكون مباراه حماسيه. رح نستعد للحماس للمفاجآت ونشوف مين رح يربح بهيدي الجوله. بذكر انه فعلا وبيدخل بدخول فعلا مميز مايكل عون. نحن ناطرينك مايكل عون ريد كورنر ذا بروبلم تيم. اهلا وسهلا فيك مايكل. وزن 77 كيلو للاعبين، العمر متجانس، الوزن متجانس والطول متجانس. خلينا نشوف مين رح يكون الرابح بهيدي الجولة. فعلا فعلا يعني نحن امام حدث رياضي نوعي. وبعتقد هلا حاليا بلش الحماس بهيدي الجولة. ميشيل عون او مايكل عون بمواجهة محمد طالباني، يعني من اقوى مواجهات الافيشات الليلة. صح اثنيناتهم شايفينهم بعدة منافسات وبطولات نقلناها على شاشة الـ LBCI. محمد بس ولا مرة يمكن لعبوا ضد بعض، هي اول مرة عم نشوف مواجهاتهم ضد بعض. صح وقتهم بيعرفوا بعض بس. صح ومن اللي شايفينه من البيلد اب الهيئه رح نشوف نزال جدا 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 إيه. اذا نترككم اعزائي المشاهدين مع هالجوله يلي هي من الابرز بسهره الليله. لاعبين محترفين من العراق ومن لبنان. يعني عم بفوت ميشيل وعم بفرجي عن الطحشة الحلوة. ثلاث جولات من خمس دقائق على لقب البرو فايت بيلت. يلا
خيار طالباني انه ينزل على الارض مع ميشيل، ما بعرف قديش موفق فيه، لانه مايكل حدا جدا متمكن على الارض وعنده جرابلينج باك جراوند، بيشتغل مع كوتش علي عواكي اللي هو بيمرن المنتخب ايضا بالرسلينج. يعني طالباني عم بحاول انه يثبت مايكل، انما مش بهالسهوله ابدا ميشيل بيسبق. يعني أخذ الخيار الخاطئ محمد طالباني على الأرض، مايكل عون أفضل. نشوف هذا الشيء هلا، إما بيثبته مايكل أو بيثبت طالباني إنه هو منافس شرس على الأرض. اللاعبين كنا شفناهم بعدة مواجهات، إنما اليوم عم يلتقوا سوا مثل ما قلت للمرة الأولى. صح، مثل ما قلت قبل كان في عنا نزالات رائعة ببيروت سبورتس فاستيفال، واللي كنا نحن مصابينا وزميلنا الأستاذ كريم عمداري، واللي كان عم يحكي باللي هو لقاه واللي هو فيه الحقيقة. شفنا مستوى عالي، هلا عم نشوف أيضا مستوى رائع من اللاعبين. مايكل يظهر قدر فكة أو رخية. هوني محمد طالباني اللي عم يجرب يسحب شوي شوي، عم بيحط كل جهده، بس هذا الامر بيستنزفه جدا. ومثل ما قلنا مايكل عنده تفضل قدر فلت منا بطريقه رائعه بعد صبر وبعد جهد. هذا الامر راح يكلفه لطالباني. هلا مايكل بالفعل مايكل راح يضل هو يسيطر، يمكن يجبر اللاعب العراقي إلى حركة الإخضاع. وهلأ أيضاً عم نرجع نشوف، هلأ مثل ما قلنا بعده مصر اللاعب العراقي أنه يحاول هو يتحكم فيه لمايكل، إنما مثل ما قلنا مايكل حدا جداً صعب التمكن منه على الأرض، واللي عم نشوفه هلأ أيضاً راح يرجع مايكل يتمكن منه. لنشوف، بلشنا بالماونت، هلأ الماونت قدر يتحكم على أكثر مايكل. بعده العراقي مصر، اللاعب العراقي إنه يحاول هو يتمكن. حرفية عالية وتقنية عالية جدا من مايكل عم نشوفها. باقي وقت يعني دقيقتين 20 ثانية، يعني بيقدر مايكل بخلالها يكون وصل يلي بده إياه طبعا ليحسم المباراة بحال قدر. ودفاعه العظيم، يعني لاحظ مش معقول مثل المغناطيس كمان طريقة لعبه، هلا عم بيسحب العالم حواليه، صاروا على الكيج كلياتهم، صاروا عم يتفرجوا عن قرب، ما حدا حابب يشاهد عن بعد. كمان بعده يعني انا اللي مش بصراحة اللي مش شوف مطرح بطلت خياره للاعب العراقي، لأنه وضع نفسه بمطرح صعب وصعب جدا، وبمواجهة لاعب لبناني صعب جدا على الأرض، وهذا اللي عم نشوفه. كل ما يحاول يتمكن منه لمايكل عم يرجع مايكل يقلب عليه، خصوصا هلا عم يستفيد من القفص. مايكل ما بقى في يتحرك يهرب ابدا تماماً. اللاعب العراقي تماما. محمد، هالرياضه فيها اتجاه معاكس، يعني قديش الشباب هي بتسحبهم نحو انه يمارسوا هالرياضه، قد ايه الاهالي بيبقوا مترددين، كيف فيكم تقنعوا الاهالي انه الرياضه مانها خطره؟ شوف الحقيقه نحن مش يا اوكي تحكم بآن بار وثبتوا في اخطاء، هذا الحسم الرائع من البطل اللبناني مايكل ميشيل عون ذا بروبلم كما يلقب او كما يسمى. اذا مايكل عون قدر من الجوله الاولى يحسم هالمواجهه، كانت مواجهه بين لاعبين رائعين، بين مايكل عون ومحمد طالباني اللاعب العراقي. اكيد رح نتركك تروح على التتويج محمد وبترجع بتنضم لنا. مواجهة هون عم نرجع نشوفها بالاعاده، حاول اللاعب العراقي يستفيد بالضربات اللكم، انما لما صاروا بالبوزيشن على الارض هون بنرجع بنشوف هي اللمحة المناسبة يلي بتميز مايكل عون. سيطر، ولما سيطر مايكل عون بالنهاية زركوا مع القفص
وقدر يجبره على الاستسلام للاعب العراقي. هون اللي حنشوفها بهالوقت، شوفوا ايده للاعب العراقي وبالتالي طلب الاستسلام. ننتقل معك رولا لنعيش اجواء التتويج والى جانب نعم. رئيس الاتحاد. نعم خالد، يعني الى جانب رئيس الاتحاد اللبناني بفوز مايكل عون. ونرسب مشن، برافو مايكل على اللاعب محمد طالباني اللاعب العراقي. طبعا نحن بنذكر انه برو فايت مثل ما شايفين عم بيتم تتويج اللاعب مايكل عون من قبل رئيس الاتحاد للام ام اي. الف الف مبروك للفايت فعلا الدولي بين لبنان والعراق. خالد، يعني نحن كنا امام جوله حماسيه، وبعد هالجولة الحماسية بنطلع فاصل قصير بريك وبنرجع. عودة إذن أعزائي المشاهدين لنتابع. عودة إذن أعزائي المشاهدين لمدينة سور للمدرج الروماني إلى جنبي رولا بحسون. رولا يلي اليوم عم تكون معنا بهالحدث. رولا أنت إعلامية وأنت لاعبة ام ام اي، صح؟ كيف عم تشوف الجو اليوم خاصة هالاتحاد يلي حضرتك بتكوني دائما معه عم يعمل حدث نوعي بالرياضة الإيطالية الأبرز هلا بلبنان والعالم؟ يعني فعلا خالد مثل ما عم نشوف نحن في حماس كثير حلو، في لاعبين بجننوا من كل الدول العربية، وخاصة طبعا أنا لفتني خالد لعب الناشئين، وأيضا كان في لعب للصبايا كمان لفتني وجود انه صبايا بهذا. هي قبل ما نبلش نحن طبعا النقل المباشر اليوم، هيدي اللعبه فعلا كثير مهمه، وخاصه انه نحن عم نكون بمنطقه مثل مدينه سور اللي عم تشهد هيدا الحدث الحلو، والحدث اللي فعلا بيرفع الراس. الاتحاد اللبناني للام ام اي دائما عم بيكون السباق بهيدي الامور، وطبعا